جميل قوي. بنتي عاقة لا حول ولا قوة إلا بالله، كل يوم تضربني وتشتمني بأقذر الألفاظ، إنا لله وإنا إليه راجعون، أعوذ بالله. إدعي لها يا حاجة أو يا حاج، أنا مش عارف مين اللي بعت الرسالة. آه إدعي لها، إدعي لها إن ربنا يهديها. هي أصل هي على خطر عظيم والله يا حضرات. عقوق الوالدين ده خطر كبير، ده خد بالك، ده عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، ده له عقوبة الأول في الدنيا. البر لا يبلى، البر اللي هتعمله النهاردة هيتعمل معاك بكرة، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. يعني ايه الديان لا يموت؟ يعني اعمل ما شئت، اعمل اللي انت عايزه، كما تدين تدان. اكلت النهاردة هيجي اللي ياكلك بكرة، اللي انت عايزه، اللي انت هتعمله، اللي هتعمله النهاردة هيتعمل معاك بكرة. سبحان الله، والله معظمنا شاف ده، معظمنا شاف ده. سبحانك يا رب. اللي عملناه مع أهالينا ها ولادنا عملوه معانا، ولا يظلم ربك على كل خير. طبعا انتوا اتخضيتوا ليه كده؟ انتوا اتخضيتوا ليه كده؟ انت بتسلم على ابوك وبتقبل ايده، ربنا بعت لك ابنك بيسلم عليك ويقبل ايدك، كنت انت ما تقدرش تعمل ايه قدام باباك؟ ابنك برضه ما يشوف. سبحان الله، كما تدين تدان. فاكرين زمان قصة الراجل اللي كان السقة اللي كان شايل القربة على كتفه وبيلف على البيوت يسقي مية؟ ما هو زمان بقى ولادنا ما يعرفوش الكلام ده. المية زمان 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 ما كانتش كده في البيت تفتح الحنفية تنزل لك مية، لا، ما دي كانت، كان في واحد اسمه السقة كده يجيب المية وبعدين يحط يملأ لنا الزير، ولا حتى يعرفوا الزير. طب شفت القلة؟ الزير ده حاجة كده، شفت الفازة اللي عندكم في البيت؟ شفت زهرية القصرية بتاعت الزرع؟ حاجة كده اسمها زير، يعني من الفخار كده كنا نشرب منها زمان. فالسقة كان يجي ايه؟ يعبي المية في الزير. السقة ماشي هو وابنه، فالراجل السقة وقع القربة، قربة المية على الأرض، فابنه ضربه، أنت بتوقع الواد بيضرب أبوه، أنت ضقع المية. قاموا الناس جري، يا ولد يا عاق انت ازاي تضرب ابوك كده؟ فبكى الاب، قالوا له معلش يا حاج، قال لهم والله لقد ضربت ابي في مثل هذا المكان، انا مش بضرب، انا مش بعيط ان ابني ضربني، انا بس افتكرت ان انا عملت مع ابويا كده، فجه ابني عمل معايا اللي انا عملته مع ابويا. هتعمل خير، بروا ابائكم تبركم أبناؤكم، مش هقول بقى وعقوا أبائكم استغفر الله وحد، لا، اوعى، إياك والعقوق. طيب هل المعادلة دي تتغير؟ يعني كان واحد مثلا عاق لوالدي وخلاص قال لا 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 أنا سمعت كلام الطب، لا والله لا مش هعمل كده تاني، وراح بقى لبابا ومامته واعتذر وقبل الأيادي وقبل الأرجل وهم سمحوه وقالوا له لا يا ابني روح ربنا يسعدك يا ابني ويمن عليك بالخلف الصالح، خلاص ربك كريم مش هيحصل حاجة اطمن وإن عدتم عدنا، خلاص طالما انت أحسنت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. اللي بيسيء لوالديه هو في الواقع بيسيء لنفسه، لأنه هيجي ولاده يعملوا فيه اللي بيعمله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا.